وزارة السياحة والآثار أعلنت امبارح عن ضبط 97 عملة معدنية أثرية قبل ما يتم تهريبهم من مطار الأقصر الدولي. والحقيقة أنه الفترة اللي فاتت يمكن لاحظنا أنه في مجهود كبير بيتعمل لمنع أي محاولات للتهريب هذه القطع الأثرية، وإحنا عايزين نعرف التفاصيل وإيه اللي حصل بالضبط من الدكتور حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني لو تقول لنا تفاصيل أكتر عن الضبطية الأخيرة الخاصة بهذه العملات. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للسادة المشاهدين. أهلا بك. اللي حصل باختصار إن هو أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب من مطار الأقصر الدولي، شرطة أمن الموانئ يعني ظهر وجود بعض الأشياء المعدنية في أمتعة أحد الركاب. بالفحص تبين أنها عملات. استدعوا الوحدة الأثرية اللي موجودة في مطار الأقصر، وبالمناسبة الوحدات الأثرية اللي تابعة لينا موجودة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية على مدار الساعة. تمام. بالفحص فحصنا القطع، تبين انها 97 عملة ترجع للعصر العثماني، فيها من فئات مختلفة، في فئة 1 بارة، فئة 5 بارة، وفئة 10 بارة، والبارة دي فئة من فئات العملة كانت العملة اللي اللي كانت مستخدمة في فترة العصر العثماني وفي مصر أسرة محمد علي. هل يعني تبين يعني بسؤال هذا المتهم يعني كانت رايحه فين؟ كان لاي جهه كان عايز يعملها؟ يعني في ناس انا عارف ان هي مهووسه بهذه العملات، بتتاجر بيها مثلا في حتت او بتروح بيها في حتت، هل تبين بالتحقيق في هذا الامر؟ احنا كاثريين موجودين في المنافذ يعني لا يخصنا قوي ان هي رايحه فين او ان هي يعني هو مين او جنسيته ايه او الكلام ده. احنا بنتعامل مع قضية تهريب الاثار وبنمنع تهريب الاثار، لكن من ناحية تاني الجهات الامنية أيوة. تتولى التحقيق علشان تعرف هو جابها منين. أيوة. هو اشتراها منين، هو اتحصل عليها منين، وممكن القضية دي تجيب قضايا تاني اكبر واهم بالزبط. خارج المطار. طيب. لكن في الحال وفي الفور انا بتواصل مع الجهات الامنيه والجهات الرقابيه وهم بيتولوا التحقيق، يعني الاجراءات بتتم في من ناحيه المطار وفي نفس الوقت في تحريات بتتم خارج المطار. طيب دكتور حمدي، الوحده الاثريه اللي موجوده على المنافذ بتقدر تحدد في ساعتها اذا كانت هذه العملات او القطع الاثريه دي حقيقيه او مزيفه؟ يعني يتم كده فحص الحاله؟ احنا بنغطي جميع المنافذ على مستوى الجمهوريه بعدد 48 وحده موجوده متواجد فيها اثريين من كل التخصصات، بنحاول بنفحص وبنحدد وبنقول في ساعتها ان ده اثار او مش اثار. ولو احتاجنا راي للجنه عليا او خبراء اكبر او خبراء في تخصص تاني ادق أيوه. بنستدعيهم على طول وبنفصل في المعروض قدامنا. ايوه. طيب يعني زي ما فهمت من حضرتك ان احنا يعني في انتظار التحقيقات عشان نعرف قصه هذه العملات العثمانيه ومن اين اتت ولا اين ستذهب. بما ان حضرتك متواجدين حضراتكم كاثريين في كل المنافذ البريه والبحريه والجويه، هي اغرب قضيه يعني ممكن نقول ان تم اكتشافها من حضراتكم خلال الفتره الاخيره؟ كان في قضيه غريبه جدا في 2020 وكانت من مطار القاهره، وكان واحد مهرب اجزاء من مومياوات فرعونيه داخل سماعات ستيريو صب. ودي كانت يعني غريبه جدا، ودي كانت في قريه البضائع في مطار القاهره. كيف تم اكتشافها يا دكتور؟ ايه؟ كيف تم اكتشافها؟ احنا كل الطرود الوارده والصادره بتعدي على اجهزه الاكس راي. وجهزه الاكس راي بتكشف ما بداخلها. على الحال بيستدعونا شرطه تامين الركاب او شرطه تامين البضائع او امن الموانئ، بيستدعونا احنا متواجدين
في جميع المنافذ. المنافذ اللي هي بتتعامل مع المراكبين كسفر ووصول، وكذلك البضائع المشحونة والبضائع الواردة والطرود البلدية، كل ده بنفحصه، وكل ما يشتبه في اثريته بنفحصه. طيب يا دكتور، ازاي بيتم التعامل مع القطع المهربه دي حال انه يعني خلاص منعتوا هذا التهريب وقدرتوا ان انتوا يعني تعملوا هذه الضبطيه؟ التعامل مع القطع الاثريه بيكون ايه، والتعامل مع المهرب بيكون ماشي ازاي؟ تمام. بص، بالنسبه للمهرب بتتولى الجهات الامنيه استكمال باقي الاجراءات من تحويله للنيابه العامه ويبدا التحقيق. من ناحيتنا احنا بقى كاثريين، مش مهمتنا بس الضبط، لا، مهمتنا الحفاظ على القطع المضبوطه. لو القطع محتاجه معالجه او محتاجه ترميم سريع، على طول بنتعامل. عندنا برضو مرممين متواجدين في الوحدات، بيتعامل معاها باجراء العلاجات السريعه ليها او اجراء الترميم. وبعد كده احنا بنستلمها من خلال اجراءات التحقيق، بيستصدر قرار من النيابه بتسليمها لوزاره السياحه والاثار، وبنستلمها وبنودعها احد المخازن المتحفيه التابعه لوزاره السياحه والاثار. صحيح. وعلى فكره في قطع كتير من اللي احنا ضبطناها او احبطنا تهريبها معروضه في متاحفنا دلوقتي، يعني مش احنا مش بنضبطها وبتتخزن في المخازن، لا بتعرض. تمام. لا، في قطع كتير معروضه في معرض، في متحف الحضاره، في متحف الفن الاسلامي، مفهوم، في متحف الغردقه، في متحف شرم الشيخ، في متحف العواصم اللي باذن الله سوف يتم افتتاحه. صحيح. في العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله. طيب دكتور حمدي، من واقع يعني وجود هؤلاء المهووسين بالقطع الاثريه خارج مصر ومحاولاتهم المتكرره تهريب الاثار من داخل مصر، اكثر عصر أو حقبة زمنية بيتم تهريب من القطع، يعني هل الفرعوني ولا الإسلامي ولا اليوناني ولا الروماني؟ ولو كان مثلا الفرعوني أكتر حاجة إيه؟ هل المومياوات؟ هل لأن في برضه ناس مهووسين بتماثيل صغيرة، يعني أكتر ضبطيات، هل في إحصائية لده ولا مفيش؟ لا، هو الإحصائيات طبعا عندنا إحصائيات بالسنين، لو أنت كنت طلبتها أنا عندي من 2010 مثلا، عندي حل. إحصائيات كل سنة. حل. بعدد القطع. لكن أنا أقدر أقول لك إن زي ما حضرتك بتقول في هوس في بالآثار الفرعونية. أي. في كل العالم، كل صلاة في المزادات بتعرض قطع فرعونية. لكن أنا من خلال عملي في المنافذ لاحظت في الفترة اللي فاتت إن في تكالب على فترة أسرة محمد علي. والله. كل ما هو يخص أسرة محمد علي بيحاولوا دلوقتي يهربوه. ليه؟ ليه؟ معلومة جديدة دي يا فندم، ليه؟ أولا الفترة بتاعت أسرة محمد علي لسه ما انطبقش عليها قانون، الفترة الزمنية بتاعت الحد الزمني في قانون حماية الآثار اللي هي 100 سنة. ففي ناس اعتقادا منها ان هي لسه ما كملتش الفتره دي، فممكن ياخدوها فلا لا يسالوا في المطارات او في المنافذ عنها. ولكن احنا عندنا ماده ثانيه في القانون، من قانون حمايه الاثار، ان بتقول ان في حاله ان الاثر اللي معروض او القطعه اللي معروضه يكون لها قيمه فنيه او اثريه او تاريخيه او ثقافيه وللدوله مصلحه قوميه في الحفاظ عليها، يتم مصادرتها دون التقيد بالحد الزمني الوارد في الماده الاولى. طبعا هو في اشتراط في الماده دي ان هو يستصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها، لكن احنا بنمنع التهريب. أيوة. وبعد كده بنستكمل باقي الاجراءات. كمان في قانون، في قرار ثاني، قرار جمهوري رقم 114 لسنه 73، اللي هو بخصوص انضمام مصر لاتفاقيه اليونسكو. واتفاقيه اليونسكو دي اهم بنودها منع نقل واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافيه بين الدول بطرق غير مشروعه. فاحنا في حاله ان القطع تكون مهمه جدا. صحيح. وان تكون تخص احد الملوك او احد الامراء او للبلد مصلحه قوميه فيها، دايما بنتعامل معاها بقانون حمايه الاثار في مادته الثانيه، أو لما نتعامل معها بالقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 73. دكتور حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.